هو ابن الشاعر الراحل الكبير يوسف الخال، والشاعرة والرسامة مها بيرقدار. هو أخو الفنانة القديرة ورد الخال. هو الممثل والموسيقي الوسيم والساحر يوسف الخال. مساء الخير. مساء الخير يوسف، أخبارك إيه؟ الحمد لله كويس. هسألك سؤال بس هترد عليه بالإجابة في الكتاب، هتكتب وهتمضي اسمك وبعد كده هنشوف الإجابة في آخر الحلقة. حاضر. المرأة بتمثل إيه ليوسف الخال؟ الله خلقنا امرأة ورجل، فهل يحق للمرأة أن تخرج أسرار الرجال مهما كانت جريئة وصريحة؟ سمر والرجال. مساء الخير عليكم. ومساء الخير عليك. مساء النور. ازيك يوسف؟ بخير الحمد لله. منورنا النهارده في حلقتنا. الله يخليك، انت منوره ببرنامجك الحلو. يوسف الخال مذيع نشره، ثم مذيع معروف، ثم ممثل وموسيقي ومنتج. هلا بدي اوضح شوي، هلا عناوين كتار، لا مش منطق الواحد يكون العنوان تبع اسمه فيه اربع صفات قبل او خمس صفات قبل. بس انت مارست كل الحاجات دي. قدمت بروجرام معني بالأخبار الفنية بفترة معينة على محطة عربية، فماني مذيع ولا مقدم برامج، هذه كانت مرحلة هيك تجربة على هامش الشغل الأساسي اللي هو التمثيل. فكلمة مذيع كلمة كبيرة، أو إعلامي أو مخدم أو كذا، لا هذه كلمة لحالها، هذا اختصاص لحاله، بده تركيز وبده ثقافة لحاله، بده واحد يعطي كل وقته لينمي كل شو بيقولوا الطرق تنجح بهذا المجال. لو قلت لك كم مرة أعطتك فتاة موعدا وأخلفته مثلما تقول والدتك في قصيدتها رقصت مع وحشتي قليلا، كم مرة رقصت مع وحشتك؟ ها حلو سؤال. حلو حلو، ما بعرف شو تجيب، مش خاطر على بالي جاوب هيك شيء. كم مرة قعدت لوحدك كده وحسيت ان انت حزين؟ كثير ايام، كثير ايام اللي ما بيوجع ما بيرجع، يعني يوسف الخال في هالتناقضات بالحياه، في الفرح والحزن، في الوجع أكيد. والراحه، في الحب والكره. طب ما تهربش من السؤال، مين ادالك ميعاد وما جاش فيه؟ الحقيقه هيك تفصيل مش صاير، لا هيك تفصيل اذا بدنا ناخذ هيك بالمعنى الافلاطوني او بالمعنى الرومانسي للموضوع، ممكن الواحد ينخزل ببعض الامور ب ب ب ب بعلاقات معينه، بتواصل معين مع ناس ممكن يخزلوه على الطريق. في كثير ناس خزلت كثير، مثل حبه مثل العشب يلي بيربع على اطراف الطريق هيك، بتحسيه بيرجع بيدبل لحاله اذا بهتميتي فيه. في كثير ناس بتسقط انت ماشي بهالحياه، في كثير ناس بتفكري انها هي كلها ماشي معك، شوفيهم هيك عم يسقطوا. وإذا هلأ أنت بتفكري كم صديق عندك أو كم صديقة، إذا بتفكري مزبوط ما بيطلعوا واحد أو اثنين، عرفتي شو يعني؟ صحيح. الصداقة صعبة، العلاقات صعبة، أنك تستمري مع شخص وما يخزلك، ما يطلع لا وصولي أو ما يكون في عنده اعتبارات أخرى سلبية، صعب. أنا هيني بس يعني أكيد كم مرة برضه؟ بس أكيد جواباً على السؤال، في كتير مراحل واحد بحياته بحس حاله بالوحدة، بحس بالوحده، وبحس انه في كثير ناس مفكر انه بحبوه بيطلعوا لا بكن بدهم منه شيء او الى اخره يعني. طب انت بقى كيوسف الخال كسرت قلب كم واحده؟ كسرت قلب كم واحده؟ وممكن تكون مش قاصد. ما لا ما يعني ما بعرف، هذا هو الجواب. ما تعرفش؟ ما بعرف. في حد ما بيبقاش عارف بيكسر قلب كم حد؟ في ايام تكسر قلوب كثير ناس ما بتعرفيهم، فكر فيها مزبوط. في كتير ناس، في كتير مثلا تنقول عم نحكي بالجنس اللطيف يعني، في كتير ممكن حدا يبني أمال بخياله يعني وينكسر قلبه ويكون صاحب العلاقة ما معه خبر. يعني كان في حد مثلا كانت بانية أمال وكانت متخيلة أن أنت بتحبها يعني، أعطيكي مثل تاني آخر تفهمي شو بدي أقول.
المعجبات الفانز يعني بالهيك ممكن هن بينهم وبين نفسهم بلا ما يكونوا بيعرفوا الفنان او النجم او اللي بحبوه ممكن يعيشوا هن بحاله عاطفيه بحاله غرام مع هذا الشخص ويرجع ينكسر قلبهم مع الوقت. لا بس انا هنا مش بتكلم على الفانز انا بتكلم على الناس القريبه منك ما تهربش ما حدا انا بتكلم ابدا ما حدا دائما انا حريص على ما اكسر قلب حدا دائما صدقيني والله عم بقول لك الحقيقه ليش هيك بتطلعي فيك انا مش مصدقك مش مصدقك ليش ما رح تفكريني مثالي كثير لا ماني مثالي يعني مش هالقد مثالي بالامور بس انه اكسر قلب حدا هيك عن قصد ولا ممكن ممكن الامور تخلص بكسر القلبين ايه اكيد بس انه اقصد اذي حدا اكسر له قلبه او اكون قاسي معه او لو حب حقيقي هيكسر القلبين ولا ممكن ايه القلبين لكن عمرك ما حتقصد ان انت عندي حتى لو ما كان حب حقيقي بينكسر قلبي كمان عرفتي كيف يعني بحرص على اني ما اكسر القلب لو ما كان في هذا الحب الحقيقي مش بفرط فيه يعني انه لاني ما بحب وما بكون فرقاني معي بالعكس بعطيه نفس الاهتمام الى حد ما هسالك شويه اسئله وهقول لك ما رايك فيه التعارف ثم الزواج عن طريق الانترنت بدعه جديده عمرها جديده ما بستصعبها ما بعرف ما عندي تجربه فيها حتى اقول لك والله ممكن تنجح او لا بس عم نشوف امثله عم تنجح في كثير ناس عم يتعرفوا على بعضهم على الانترنت عم نحكي بالشكل الصحيح وعم نحكي بالشكل المش منحرف عم نحكي بالشكل الكثير طبيعي و يعني هو في ناس ما عندهمش الفرصه انهم يتعرفوا على بعض او يقعدوا مع بعض زي المجتمعات المنفتحه لكن المجتمعات المنغلقه بيبقوا بس انا بعد ما يعني ما فهم السيستم تبعي مش مقتنع بيه مش ما فهم كيف ممكن واحد يحب الاخر بس عن طريق بمجرد الانترنت او الشات او ايه ممكن ما بعرف يمكن هي يمكن بتصير واذا عم بتصير ما بعرف المهر والشبكه ومؤخر الصداق عفوا المهر والشبكه ومؤخر الصداق ايه شو السؤال هل انا رايك فيها ايه دي عاداتنا وتقاليدنا اكيد يعني برا ما فيش الحاجات دي ممكن يتجوزوا من غير اي حاجه ليش كل شيء بنقارنه ببرا يعني ليش انه برا ما في وبرا صح ونحن غلط اذا واحد مرتاح بنقول يعني بس احنا هنا بيصعبوا الامور شويه في مجتمعاتنا بيصعبوا الامور شويه على اللي جايين يتجوزوا جديد بقول لك في تفاصيل معينه الواحد يا بحبها يا ما بحبها بس انه هي تفاصيل فرضها مجتمع فرضها نظام معين نظام سيستم يعني مش نظام سياسي معين لا سيستم معين على هالمجتمعات ما بعرف انا بعيد عنه هذا الموضوع انا حاسه رايي فيه اذا كان المجتمعات ماشي صح بهالطريقه خير اقدر افهم ان يوسف الخال كلاسيكي شويه ايه كلاسيكي ايه شرقي كلاسيكي شيء وشرقي شيء مثل بالموسيقى الموسيقى الكلاسيك شيء وموسيقى الشرقية شيء تاني لكن أنا كلاسيكي 100% أنا كلاسيكي كلاسيكي منطقي ما بحب الضوضاء والعجقة والخفقة بس لا عندي جنون كثير ما فيك تكوني فنانة ما يكون في عندك جنون ما جنون ما شيء محل يعني أكيد بس لا كلاسيكي أنا بالأمور اللي بتتعلق بالصح والغلط وكل اجاباتك هاديه ومنطقيه كلاسيكيه بجرب قد ما في يعني يكون فرق بجرب قد ما في وصل لك اللي انا مقتنع فيه بشكل فيني يكون عم بعيط انا عم بوصل لك فيني يكون عم خبرك نكته كل جمله وبوصل لك لا انا هي طريقتي الحب بعد سن الخمسين اوه فيكون بعد الثمانين ايه ممكن اكيد بيكون اعمق بيكون بنضج اكتر بيكون تختلف التجارب ممكن واحد يكون عمره 30 تكون تجربته عميقه جدا 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 ممكن يكون بال 50 عم بعيش مراهقه جدا 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 ما فيك تعرفي ما في قاعده بهذا الموضوع بس اكيد ممكن قاعدة. واحد يحب فوق ال 50 اكيد فوق في ويضل يحب لل 70 ولا 80 ولا 90 يعني طول ما الواحد عايش هو قلبه دائم بحس دائم على حدا يضل عم بحرك له قلبه طب تسمح لي نطلع لفاصل نرجع نكمل كلامنا؟ أكيد. استنونا يوسف بتتضايق لما بيقولوا عليك ان انت شكلك حلو قوي بس ما بيبصوش لموهبتك؟ ايه يعني يبصوا الوسامه بس والموهبه لا؟ فعلا بيضايقك؟ مش بيضايقني طلعت فتره بصراع مع اقناع هذا العكس
بس لا الحمد لله وصلت للنتيجة اللي بديها. قبل كنت بس اتهم اني انا من شخص من برا مش من جوا، فتعبت تفرج انه لا اللي جوا كمان ممكن يكون كتير جيد وان هي مالهاش علاقة بالشكل ابدا، واللي برا انا ما الي جميل فيه، هذا شيء من 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 الله، وهذا شيء بيروح بعدين. يعني اللي بيبقى هو مجموعة كل هالتجارب اللي عندك اياها، ومجموعة كل تسقفي حالي، يكون في عندك معرفة ما، ف ايه الشكل بيروح. فانا تعبت لاثبت اني انا لا شو عندي شيء من جوا، حتى بالتمثيل انه لا انا مش بس بعتمد على الجال اللي بحطه على راسي، لا بالعكس انه عندي احساس حابب اوصله، عندي معينات حابب اوصلها. كل هول بيضايقك دلوقتي ان بيتقال اخو ورد الخال او جوز نيكول سابا؟ ابدا بالعكس، فخر انه عندي اخت مثل ورد، وسعيد جدا وفخر اني عندي زوجه. ايوه يعني عايز توصل لمرحله ما يتقال يوسف الخال، ما يتقالش اخو فلانة انا بهالمرحله. هلا هذه قديما كانوا يقولوا هيك، دلوقتي ايه المرحله اللي بيتقال يوسف الخال. ايه اكيد اكيد، خاصه بلبنان يعني عم نحكي. بتتعامل بالوطن العربي ما بعرف، يمكن اختي ممكن تكون معروفه اكثر بمجالها. ايه ممكن انه ايه لا ما عرفني خيا، لا ممكن، بس لا ما حدا ما بعرف على حالي انا ابدا، وانه انا خي ورد لا ابدا. ممكن يتعرفوا عليك بدهم يعملوا رابط مع حدا ممكن يعرفه اكثر منك. ايه ممكن. انت غيور؟ ايه. لاي درجه؟ شكلك لدرجه كبيره. لا بالعكس مش كتير مش كتير، بس بغار ايه اكيد بتحرقص. طب بتتعامل ازاي مع المعجبين بقى بنيكول؟ بكتير طبيعيه بس بحذر. ايوه انا عايز اعرف بقى ازاي. حذر، مش ما له علاقه بالغيره وما له علاقه بالشك وما له علاقه بشيء، بس هيك بحذر انه لا. في حد تجاوز قبل كده؟ عفوا، في حد تجاوز قبل كده؟ لا 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 لعل بركة يعني لحد دلوقتي فيش حد تجاوز ابدا. طب في حد تجاوز في اعجابه بيك قدام نيكول؟ ايه والعكس صحيح. بتتصرف ازاي؟ عادي جدا عن جد، عم ببينوا جواباتي انه كثير مثالي، او اتهمتيني قبل شوي اني كلاسيكي. ابدا مش انا ما اتهمتش، انا قلت لك كلاسيكي وانت وافقتني على فكره. ايه كلاسيكي، انت اخذتيها كثير كلاسيكي انه شرقي. لا انا كلاسيكي تقليدي، مش هقول لك ابدا مش تقليدي ابدا ابدا، كلاسيكي غير تقليدي غير شرقي. غير شرقي اكيد. طيب بعد انا وياك اذا بدك حلقتين بكره نحكي بشو الفرق بيناتهم. طب قولي نيكول بتتصرف ازاي لو حد فعلا زودها؟ هلا بالنهايه المراه كمان عندها احاسيسها وشعورها اكيد بالغيره وكذا. لا اكيد يعني اذا حدا تجاوز انا اول انا ببين علي بلشت اتضايق، فحكما هي كمان اللي بتكون. طب في اللحظه دي انت بتتصرف ازاي عشان ما تخلقش نوع من المشكله وما تحرقش الشخصيه اللي قدامك؟ اكيد اكيد الحدود موجود 100%. بتعمل ايه؟ انا عايز اعرف بتعمل ايه؟ ولا حاجه، ممكن ملاحظة، ممكن بس لا تتدخل تفرض هي نفسها أبدا لا. طب بيني وبينك كده لو كانت حلوة برضه، أني كل زي القمر، بس لو في واحدة حلوة برضه هتتعامل معاها برضه كده برضه كده برضه ناشف برضو كده. كلاسيكي برضه مش ناشف ولا كلاسيكي، برجع بقول لك رح بلش عصب. لا عم بمزح، لا مش ناشف ولا كلاسيكي أبدا، في حدود يعني، في حدود. في ناس هي بتتجاوز شوي هالحدود، بينسوا إنه أنت معك شخص، عرفتي كيف؟ بيبقوا فرحانين ان هم شافوا الفنان و... يمكن انفعالهم شوي بيجرهم لانه يفقدوا اعصابهم شوي، فلا نحن عقلنا كبير وبنعرف انه هيدي مجرد كلمات بتطير بالهواء. طب انا عايز اعرف بقى حدوته نيكول ويوسف، كنتوا بتحبوا بعض الاول وبعدين سبتوا بعض فتره طويله صحيح. ورجعتوا، احكي لي بقى بدات ازاي وعملتوا ايه؟ قد ايه معنا وقت؟ معانا وقت، انا هديك كل الوقت. لا الحقيقة كانت يعني تعرفنا على بعض من حوالي 10-12 سنة يمكن، وصار في قصة حب واستمرت لهلا بغض النظر عن كل واحد ابتعد عن الثاني، وكل واحد انفصلته قد ايه؟ كان ببلد وشي ست سنين سبع سنين ست سبع سنين؟ ايه حياة يعني لحالها انه واحد بعيد عن الثاني. صحيح. ولكن طيف الحب هيدا ضل موجود ب
بالعقل، بعقله، بفكره. فشاء القدر انه بعد هيدي السنين كلها، من انه كل واحد عنده حياته وكل واحد ببلد وكل واحد باهتماماته، في قصه حب تانية ممكن، شاء القدر انه رجع هذا الحب انجمع. عرفتي كيف؟ طب يعني قصه غريب القصه، قصه حبك الثانيه نادرا ما يكونوا في اثنين بحبوا بعض ينفصلوا وبعدها سنين يرجعوا، يعني ما كثير بتصير. النصيب، ايه يعني نصيب. هون فينا نقول نصيب، فينا نقول قدر، فينا نقول ما هيك شيء، يعني هيك شيء اكيد. دخلت في قصه ثانيه مزبوط، ايه وفشلت. هل ده بسبب نيكول ان هي كانت في راسك طول الوقت، ولا عشان انت ما قدرتش تلاقي نفسك مع واحده ثانيه؟ الجو الاثنين ممكن، الاثنين ممكن. انت اكيد بس ما تهربش، انت عارف الجواب. باللاوعي ممكن، بس بالوعي بلحظتها لا، بلحظتها لا. يعني قدرت تحب تاني؟ طيف شخص، يعني احنا كنا ندرس فلسفه، نحن وكنا بالايام المدرسه، في كلمه بالفرنساوي بيقولوا لها سيلفيد. سيلفيد يعني هي المراه اللي واحد بس يخلق عم ينبش عليها الرجل كل حياته. في ناس بيشوفوها بنبش على المرأة اللي بتشبه أمه، في ناس بنبش على، يعني كل هالعقد مش العقد، كل هالمحاولات البحث عن المرأة المثالية اللي يرتبط فيها الرجل. أنا بقول يعني بكل تواضع وبكل وضوح إنه هالسلفيد هالطيف المرأة اللي أنا عم نبش عليها كنت ممكن وقت ما أخلق باللاوعي تبعي اتضح بالأخير إنه ها هي. عرفتي كيف؟ فإذا قلت لك نحن كنا منفصلين يعني هي مش موجودة حكما، بس اتضح بعدين إنه لا كانت موجودة، وهذا الشيء أدى لأنه ترجع هالأمور تولع من جديد وأدت للزواج، يعني ما أدت لمزحة. ولعت إزاي بقى من أول وجديد؟ يعني رجعتوا لبعض إزاي؟ مين اللي أشعل نار الحب من جديد؟ الصدفة مثلا؟ إيه صدفة، صدفة، صدفة بحتة. إزاي؟ إيه اللي حصل يعني؟ ما فيني احكي كل شيء، بس بقول لك صدفة. صدفة رجعت في مسرح الرحباني؟ ايه مزبوط مزبوط. طب احكي لي يا عمي التفاصيل. انت ايوه عايزة التفاصيل. كنت عم بعرض مسرحية للاستاذ اسامة الرحباني والراحل الكبير منصور الرحباني على مسرح بلبنان، وكانت اخر حفلة، وفي عنا صديق مشترك، حب هذا الصديق المشترك، ما بعرف ليه، يمكن الله هيك بده، او انه القدر. القدر القدر حب هو يدعيها من دون علمي. ما تعرفش؟ لا لا من دون علمي. فجأت انا، وكانت اخر حفله بالمسرحيه بعد 5-6 أشهر عرض يومي متواصل، فكان اخر نهار وكلنا زعلانين انه اخر نهار وهيك، ومش على بالك خالص ان انت ولا شو ولا ممكن. واذ يعني هيك بتطلع بشوفها موجوده بين الحضور، كانت قاعده بتتفرج على ايه. فكان غيرت الاخراج كله تبع المسرحيه، هو يعني المفروض روح من هون لعندك انا على المسرح، ضليت هون على الميله اللي هي موجوده فيها. عرفتي؟ ما ابعد عن المكان اللي هي كانت، ما اروح على اليمين، غيرت اخراج، كنت كاني عم بهديها هيدي المسرحيه، وهي كانت مسرحيه روميو وجولييت ولكن بشكل كثير عصري، يعني نفس التركيبه. يعني الشعور ده طلع المسرحيه كلها مشاعر وكلها حب وكلها غرام والى اخره، ونوجدت ورجعت كانه ما مات مرقوا هالست سنين. كنت لسه هقول لك المشاعر والاحاسيس دي طلعت في نفس اللحظه، وانتم بقالكم 6 سنين ما بتتكلموش؟ أنا بقول هيك، أنا هيك بقول، إيه أكيد. إيه ليه مستغربة؟ لا مش مستغربة، بالعكس مستغربة. أنا مبسوطة. إيه. بالعكس قصص استثنائية، مش تقليدية، مع إن أنت أحياناً دلوقتي في الحديث تقليدي. مش مظبوط. رح ضل شارعك بهذا الموضوع لا تخلص الحلقة. بالعكس القصة بالعكس حلوة جداً. إيه وهيك صار، يعني هيك صار، رجع صار في لقاء سلام من بعد ما خلصت المسرحية سلمتوا على بعض وهيك اكتشفت إنه لا رجعت ضاعت البوصلة عندي عن جديد، أو رجعت لقيتها، ما بعرف. قالت ورد في حلقه في اي بي على قناه او تي في انها مش ضد ان الاثنين يعيشوا مع بعض قبل الجواز. مين قال هيك؟ ورد. ورد اللي عم تساليني؟ لا ايه رايك في رايي ده؟ انا مش شو رايي براي ورد؟ شو رايي بهالفكره؟ الفكره. وليه ما قلتي لي شو رايك بالفكره؟ ليش ذكرت انه ورد؟ ليش عم عشان بعرفك ان ورده قالت ايه؟ ما راح اقول لك. ما راح اقول لك. بتعرفي ليش؟ ليه؟ لانه اذا بتحكي الحقيقه بتتهمي بانك انت مش طبيعيه، واذا قلت لك الجواب المثالي انا ضد، يمكن يكون انا بعملها او بعرف ناس بيعملوها وبكون انا ما عندي مشكله مع هذا الموضوع. هذا سؤال ما بينسال. يعني انت لو في مجتمع تاني كان ممكن ترد بصراحه. انا هلا بجيبك بصراحه،
بس انا عم بقول لك ما راح اجاوبك هالمره بصراحه، ما عبالي جاوب على هذا السؤال لانه هذا مستفز لكثير ناس عم تحضر، في كثير ناس مع هي الفكره، اذا انا ضد انا قلت ضد رح اقول انت عم بتكذب، في كثير ناس ضد هذا الموضوع، اذا انا قلت مع رح اقول هذا ما بيسوى. ففي عندنا دائما هالرايين بمجتمعاتنا، خلينا نحترم خصوصياتهم، عرفتي كيف؟ بس من هالمنطلق ما فيني اقول لك. يعني في الاخر كل واحد حر ما لم يضر. إذا بدك الجواب الدبلوماسي الوحيد إنه كل واحد حر بيعمل الشيء اللي بيريحه، هذا الجواب التقليدي اللي يمكن هو مش رأيي. حسألك برضو شوية أسئلة وحقول لك لو أفقدتك امرأة أعصابك وشتمتك شو بعمل؟ شو بعمل؟ هلأ شو بعمل؟ ومن 5 سنين شو عملت؟ ومن 10 سنين شو كنت بعمل؟ احكي لي 3 مراحل. ثلاث مراحل، ايه المراهقة ممكن يكون كثير عنيف، عنيف بمعنى انه متسرع، يمكن كب الكباية او يعني ممكن يعني ممكن تضربها؟ ممكن اضربها خبيط؟ لا يعني يعني ممكن تتصرف كده، ممكن اعبر بأساوي الجسدية بدفشة، ممكن بهديك الفترة عم تحكي وقت يكون واحد منه صغير جدا وانفعالاته ما بيقدر يضبطها، ما يسيطرش على اعصابه، ما بيقدر يسيطر، بعدين بيكتشف وبيندم وبصير يقول ليش انا عملت هيك، لا ما انا امي بي ما كانوا هيك، او انا مربيت هيك، كيف انا عملت هيك، هيدي انفعالات بتعلق بعدم النضج والتسرع بال ده من 10 سنين لا عم نحكي من 20 سنة يعني بس صغير تقريبا يعني كبير انا ماني كثير صغير كبير قوي كده ماشية من 10 سنين من 5 بقى ماشي المرحلة الثانية بتجي بالعيط بالصريخ عرفتي كيف؟ بتجي انه بتصيري تصرخي على الواحد يلي ممكن يصرخ عليك. انا هلا بمرحلة ما بصرخ الهدوء بمرحلة الهدوء المطلق. ده بيجي مع النضج؟ مش عند كل الناس، انا عندي عم نحكي عني. انا هيك يعني هالمراحل اللي مشيت فيهم، غيري ممكن لهلا بيضرب ما بعرف، او لهلا او رح يضل لعمره 50 سنة بسب بيشتم. انا لا انا هلا بمرحله الهدوء بزين الامور، بشوف الحق وين الحق مع مين، كثير هيك رايق صرت انجليزي بهذا الموضوع، مش كلاسيكي ولا تقليدي انت 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 برجي اكيد مش شرقي برجي انت شايل لي من اول حلقه مش قادر تنساها انت برجي ايه يا يوسف استفزتني دي جميل طب انت برجي ايه برجي العذراء العذراء ما بينساش بيشيل كدر اللي قدامه ابدا بضل هيدي بضل الواحد يلحق فيها للاخر طب اكتر حاجه بتستفزك ايه غير ان انت كلاسيكي لا بهالحلقه هلا هيدي لا عموما اكتر حاجه ممكن الست تعملها تنرفزك العناد اللي مش بمحله لو العناد لمجرد العناد وبس ايه والرجوع عنه بعدين يعني انت ما ليش من الاول من الاول ليه ما عملتيش كده من الاول يعني حكمي شوي بس هذا بيرجع بيتعلق بشخصية كل شخص عرفتي كيف؟ في ناس أشخاص ما فيك تخيريها هني هيك عنيدين بس للعناد لو ما معهم حق بضلهم عنيدين لو أحببت امرأة تكبرك في العمر بأكثر من 20 سنة لو أحببت امرأة أكبر من 20 سنة أي واردة ممكن أكيد. تتجوزها؟ أكيد يعني أنت ما مش مع أن لازم يبقى في سن متقارب أن الحب لا يتقيد بعمر ولا طبيعياً لا بس انه وارد هذا الموضوع لو نزلت حمام السباحه وتمزق الميول خاص بك بطلع بلي استنونا بعد الفاصل صارحني في مطلع لقصيدة لوالدك بيقول حبيبي متى نلتقي فإني صباح مساء أسير وكلي رجاء إلى المفرق في أحلى من هيك كلام؟ لا ما فيش حسيت الإحساس ده قبل كده؟ إيه احكي لي إيه حسيت هذا التوق إنك تلتقي بالحبيب بس لمجرد إنك تلتقي فيه وتشوفيه وتمسكي له إيديه إيه أكيد حسيت بهال الحرقة حرقة اللقاء وحرقة حرقة الفراق كمان أكيد نمت بتعيط مرة من حرقة الفراق دي إيه؟ كتير بعيط كتير ولا صارت كتير لا عيطت كتير على الإحساس ده بكيت يعني إيه ده بعد انفصالك من نيكول لأول مرة
ما راح خبرك. ما راح خبرك. في اشياء خاصة ما بحب احكي فيها. تصريح ليك قلت الفتاة التي خانتني لم تكن نيكول سابا. ايه اكيد. مظبوط، صلحت لانه في بعض بهديك الفترة فكروا انه سبب ال سبب اللي خلصت قصتنا انا ونيكول بهديك الفترة هو هذا السبب. لا رجعت وضحت قلت هالحادثة ما لها علاقة ب ب بهديك المرحلة ابدا، هذه بعدين. طيب احكي لنا على الخيانة. هذا موضوع كثير قديم و حتى لو كثير قديم راح لحاله، احنا بنحكي مع بعض. خنتني ازاي؟ كيف بخونه؟ طيب احكي لي الحادثة بالضبط حصلت ازاي؟ اكتشفت انه في صار خيانة منها. بتعرف حد تاني عليك؟ يعني اكتشفت ان هي عرفت حد تاني عليك؟ صحيح. اكتشفتها، ثاقبت صدفة، الصدفة كانت لصالحي اني اكتشفت هذا الموضوع وخلصت. اكتشفت بهدوء ولا حصل بينكم خناقة و لا ما صار خناقة ولا شيء. اكتشفت وانسحبت. من غير حتى ما تواجهها ولا واجهتها؟ بلا اكيد صار مواجهه يعني، بس مش مواجهه انه ليش وكيف وامتين، لا لا ما بيهمني الموضوع بقى. مجرد ما المرأة بالمطلق، انا بفضل احكي بالمطلق عن هيك مواضيع، هو قصص انا ما يعني مش كثير حلو واحد يحكي فيهم خاصه للناس ما بتهمهم، لانه اللي بيهمهم رايي بالخيانه، الرأي بالخيانه انه ما ابدا ما في تبرير، ما في الحق على فلان والحق على فلان، في لا للست ولا للراجل يا يوسف. الفرق بين خيانة المرأة وخيانة الرجل أنا هيك بعتبر، بقول المرأة أنا مجرد ما تخون يعني الرجل اللي معها اللي بتعتبر حالها بتحبه أو اللي بيعتبر حاله إنه هي المرأة اللي بتحبه يعني طلع من كيانه كله خلص صار مش موجود، يعني إذا بيجي بيقول لها ليش عملتي معي هيك وبكي لها واعتذر وحب وسامحها ما بيعني لها بقى الموضوع خلص. بمجرد ما المرأة تخون الرجل يبقى ما عادتش بتحب الرجل ده. طلع من كيانها لهالمرأة. الرجل عنده خوف غريزته تطلع منه. الراجل لما بيحب واحدة وبيروح يعمل علاقة مع واحدة تانية ده بتسميه ايه؟ خيانة مطلقة. طيب ايه دلوقتي هو بيدور على غريزته فقط؟ يعني ممكن يكون بيحب الست دي لكن بيروح يعرف واحدة تانية عليها؟ هيدا اللي عم بقول لك اياه، هذا تفسير للموضوع. يعني الرجل ده مقبول؟ ما قلت مقبول. تفسير ذكوري عشان انت راجل؟ ابدا، هذا تفسير. اثنين بشعين، اثنين خطية، اثنين جريمة. الراجل ممكن يحب اثنين؟ ايه. ازاي؟ ممكن. انت في كثير لا في كثير تجارب بعرفهم ناس بحبوا اثنين، أنا ما صارت معي. الست ممكن تحب اثنين؟ من وجهة نظرك؟ أنا بقول لا. أمال مين بيقول اه؟ من وجهة نظري قلتي. اه؟ قلت لك لا. لا أصل أنت قلتها بشكل أنا بقول لا. يعني أنا الآن بعرف طبيعة المرأة كيف مركبة بيولوجيا وفكريا، بحس يمكن أنا غلطان ما بعرف. أنا هيك هذا رأيي. طب مين بيكون أصدق في مشاعره، الراجل ولا الست؟ مين أصدق بمشاعره؟ الست. حوري لك الصورة دي. هيدي عم بودع فيها العزوبية. كانت أحلى وقت بالنسبة لك؟ فعلا من أسعد أيام حياتي، لا بل أسعد أيام حياتي كان. طيب أنا حوري لك دلوقتي بعض الشخصيات للرجالة والستات وحقول لك نساء ورجال. هتمسك الكارت الأولاني. الكارت الأولاني؟ أيوة. أنت مين فيهم؟ الرجل العملي، الزوج التقليدي، السيد العاشق، الرجل المودرن، زير النساء. كل هول الحقيقة. كلهم؟ أكيد أنا عاشق، أكيد رجل مودرن، أكيد رجل كلاسيكي وتقليدي الزوج تقليدي. مش هتنسالي يا يوسف خلاص؟ في منا الزوج التقليدي. طب مش هتنسالي حكاية الكلاسيكي دي؟ بلا خلص نسيناها. الزوج التقليدي من شيلة، سي السيد بشيلة، رجل عملي. رجل عملي، ايه رجل عملي يعني شغلك ممكن ياخدك؟ زير نساء بشيله، اكيد بشيله. مودرن وعاشق لأبعد الحدود ورجل عملي اكيد. طيب هناخد الكارت الثاني.
بتحب الست تكون مين فيهم؟ أو فيها أكتر حاجة إيه، تكون رومانسية ولا عصرية ولا دلوعة؟ لا ما بحب المرأة الرومانسية بتزهقني. أنا خليني أنا الرومانسية. طب وأنت ما بتزهقهاش؟ خلي الرومانسية علي، ما أنا الرومانسية في إلها حدود، في إلها طريقة. هيك الرومانسية، المرأة الرومانسية هيك كل وقت زهر وسكر ولا لا. يعني أنت عشان كده أول حلقة قلت لي إن لازم الراجل والست يكونوا عكس بعض عشان يكملوا بعض. العصرية الدلوعة ما بحب المرأة الدلوعة. ولا دلوعة ولا رومانسية. ولا دلوعة ولا رومانسية. العصرية بين ملتزمة وربة منزل، إنه اثنين وسيدة المجتمع. إيه بس بشيل الرومانسية والدلوعة، الباقي كله أوكي. ربة منزل أكيد. مش عايز مراتك تبقى دلوعة؟ معقولة في زوج شرقي كلاسيكي مش عايز مراته تكون دلوعة؟ عن مين عم تحكي؟ بشكل عام ابدا عصريه اكيد. انا مع المراه العصريه يلي هي بتكون ربه منزل وملتزمه بعائلتها وسيده مجتمع بالمجال اللي هي مختارته، ان كان فن او كان سياسي او كان شو ما كان. طيب احنا جه وقت دلوقتي نشوف انت كتبت ايه او رديت على السؤال وقلت ايه. قلت المراه هي هدف الرجل، هي جرح الرجل، هي سبب في الصراع بين الرجل والرجل. صحيح يوسف، بجد نورتني النهارده. الله يخليك يا سمر، برنامجك حلو و اتمنى ان انت ما تكونش متضايق من الحلقه أبدا. وانا كنت بهزر وكنت بقول لك كلاسيكي. بعرف. نورتنا. شكرا. ميرسي. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame.